مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم حلقه جديده من المواجهه. كون مع حضراتكم على مدار هذه الساعه انا لما جبريل. في البدايه كل عام وحضراتكم بالف خير، كل سنه وانتم طيبين، يا رب عيد سعيد على حضراتكم، ربنا يتقبل الصيام والقيام طوال شهر رمضان الكريم. اعاد الله عليكم هذه الايام المباركه دايما باليمن والخير والبركات. كل سنه وحضراتكم بالف خير، يا رب العيد دائما له فرحه خاصه. يعني خلوني انوه انه هيكون معنا بعد قليل الكاتب الصحفي الأستاذ عبد الحليم أنديل، قراءة مستفيضة في أبرز المستجدات على الساحتين المحلية والدولية. لكن قبل هذه الفقرة اسمحوا لي أخذ حضراتكم في جولة خبرية حول آخر مستجدات الساعة. البداية، أكدت هيئة الدواء المصرية أن لقاحات كورونا اللي تم اعتمادها للاستخدام الطارئ خضعت للتجارب الإكلينيكية وتم اختبارها جيدا وهي آمنة وفعالة. نوهت الهيئة إلى أن جميع اللقاحات اللي حصلت على الاستخدام الطارئ آمنة، وكل اللقاحات اللي تم توريدها من الخارج تخضع للفحص والتحليل للتأكد من فعاليتها. أكدت الهيئة هيئة الدواء المصرية أنها بتتابع كل جديد حول أبحاث اللقاحات، ويتم تجديد الترخيص الطارئ للقاحات كل 6 شهور لضمان اتخاذ القرارات الصائبة. في تصريحات لخالد مجاهد أيضا المتحدث باسم وزارة الصحة عن وصول شحنة اليوم مكونة من 1,700,000 جرعة من لقاح أسترازينيكا. في نفس السياق أيضا أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان خطة التأمين الطبي الشامل خلال فترة عيد الفطر المبارك بكل محافظات الجمهورية في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين. تشمل خطة التأمين الطبي الدفع ب 2,190 سيارة إسعاف مجهزة، بالإضافة إلى 11 لانش إسعاف نهري. كما تم رفع درجة الاستعدادات القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، وتكثيف تواجد الفرق الطبية مع توافر مخزون كافي من الأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى توافر أرصدة كافية من الدم ومشتقاته من جميع الفصائل بمراكز وبنوك الدم تابعة للوزارة بجميع محافظات الجمهورية، حيث تبلغ أرصدة الدم 94,000 كيس دم من الفصائل المختلفة و17,000 كيس بلازما. خلونا نروح لخبر آخر. وجهت السفارة الأمريكية بالقاهرة الشكر لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووزارة السياحة والأثار وكل من ساهم في تحقيق حلم السيدة الأمريكية المصابة بالسرطان بزيارة مصر ومعالمها السياحية والأثرية. وكانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد تواصلت مع ابن السيدة الأمريكية جلوريا والتي أصيبت بالسرطان، وأعربت لابنها عن رغبتها في زيارة مصر ورؤية معالمها السياحية، مما اضطره للعمل بشكل إضافي في طهي وبيع الوجبات الغذائية لتحقيق حلم والدته. كما أبلغتهم تنسيقية بتلبية طلبها واستقبالها منذ اللحظة الأولى ووضع برنامج سياحي يليق بحلمها الكبير. طرح بنك ناصر الاجتماعي شهادة استثمارية اجتماعية جديدة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية للعمل كهبة مشروطة أو صدقة جارية تحت مسمى زاد الخير بأعلى عائد في السوق المصرفي، وهو 13% بشكل سنوي، وده في إطار تميز البنك بتقديم المنتجات الجديدة والمبتكرة. مدة هذه الشهادة تبلغ 2 عامين ويبدأ احتساب العائد من أول شهر الإصدار، ولا يتم صرفه بالكامل، وإنما يحصل صاحب الشهادة على نصف العائد المميز بنهاية كل سنة مالية والنصف الآخر كحد أدنى يتم توجيهه لعمل الخير. على العموم المزيد من التفاصيل حول زاد الخير ينضم إلينا عبر الهاتف أستاذ محمد عشماوي نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر والعضو المنتدب للبنك. أستاذ محمد أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. فهمنا أكتر يا أستاذ محمد فكرة شهادة استثمارية اجتماعية، أعتقد دي أول شهادة من نوعها في مصر. والله يا فندم، هو بنك ناصر هو بنك ناصر اجتماعي، يعني بنك ناصر الاجتماعي، فإحنا هدفنا وإحنا يعني مخصصين للأعمال الاجتماعية، وإحنا مخصصين بخدمة الطبقة اللي هي فعلا محتاجة توجيه ومحتاجة يعني تحويل إلى طبقة قادرة على الإنتاج. يمكن الأرقام اللي في البنك مذهلة، احنا عندنا حوالي 2 مليون عميل، احنا اجمالي التسليف اللي هو تقليل وطنيه الصغر اللي في السوق 21 مليار،
فاستكمالا لهذا المبدا وبنك ناصر قانون انشائه نسميه بيت مال المصريين. نعم. احنا دائما بنحاول نلاقي بنلاقي وسائل استثمار ذات عائد مرتفع، وفي نفس الوقت بنساعد العملاء ان هم يلاقوا وسيله امنه ومنظمه لتوجيه الزكاه او الصدقات. عندنا حساب في بنك ناصر اسمه حساب 10700. وده معناه ان الحسنه ب 10 امثالها وتضاعف 700 مره. تحت الحساب ده في تنوع في الاوعيه، زي مثلا حضرتك احنا عندنا رد الجميل لكبار السن، عندنا صندوق الاستثمار الخيري للاعاقه عطاء، عندنا حساب ايد واحده للاخوه والزملاء الاساتذه العاملين في القطاع الصحي. ان الوعاء الجديد ده هو في نوع من الابتكار، هو خالط بين الوعاء الاستثمار باعلى عائد موجود في السوق المصرفي، يعني مش عارف استثمار بتدي 6.5 ده 13، بس شرطه الوحيد ان هو ان نص العائد بيوجه لاعمال الخير، نص العائد ده شرعا هو ده الزكاه على المبدا. يعني ده الزكاه في المبدا نفسها، فبيبقى طرحين اوجه الاعمال اللي بيتولاها اتبناها البنك للعميل، بيختار وجه من هذه الاوجه بنوجه فيها، وبنعمله تقرير كل سنه عن نشاط البنك في مجالات اذا كان رعايه الايتام او اذا كان الاعاقه او اذا كان التعليم او خلق فرص العمل طبقا للمنحه اللي هو يختار. في الشهاده دي كمان طبعا هي مطابقه لاحكام الشريعه، لان بنك ناصر تاسيسه وهو يعمل متوافق مع احكام الشريعه. طب انا في حاجتين، الصدقه الجاريه والزكاه وكمان الهبه المشروطه. معنى ايه الهبه المشروطه؟ اللي ممكن العميل يقول والله في نهايه الشهاده تقول لحد معين، ممكن تقول لزوجته، تقول لبنته، هو عنده مطلق الحريه ان هو يهب لمن يشاء. ممكن قوي كمان ان هو يهب الاصل والعائد لعمل الخير بصفه دائمه. فده تنوع فيه. كمان ان شاء الله احنا بصدد بعض الكلمات العيد هنصدر صندوق اخر. صندوق ده العائد للاطفال وبصفه خاصه الايتام وذوي الاعاقه، وده توجه فخامه الرئيس، وبدانا ان احنا ننشئ حسابات لكل الايتام بحيث الحساب ده يبقى فيه تجميع راس مالي اما يوصل الطفل لسن 21 سنه وهو سن تصرف يلاقي عنده رصيد يقدر يبدا بيه حياته. نعم. انا حسابات ولادنا مستقبلنا نسميهم ولادنا مستقبلنا، ده موجود. ممكن برضه زاد الخير يوجه العائد لولادنا مستقبلنا. متى يتم البدء بهذه الشهاده يا استاذ محمد؟ ان شاء الله يا فندم في اول يوم عمل بعد اجازه العيد، يعني يوم الاثنين القادم هنبدا طرحها في كل فروع البنك. بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد عشماوي نائب رئيس مجلس اداره بنك ناصر والعضو المنتدب للبنك. يتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي الدراما الرمضانية باهتمام، خاصة اللي بتوثق لأحداث حقيقية عاشها وعاصرها شعب مصر زي مسلسل اختيار 2 أو هجمة مرتدة، وهو ما أشاد به خلال كلماته أمس. وفي جولته التفقدية لهيئة قناة السويس في الإسماعيلية وافتتاحه لعدد من المشروعات التي تتبع الهيئة، تحدث الرئيس في كلمته عن الدور اللي لعبته الدراما الرمضانية قائلا إن الدراما في شهر رمضان تناولت أحداث كثيرة مرت على الشعب المصري وتم تجاوزها بفضل الله وتضحيات الأسر المصرية التي قدمت شهداء في كل قطاعات الدولة. يعني الحقيقة دراما رمضان هذه أو هذا العام كانت ليس فقط مختلفة ودسمة، وجبة دسمة زي ما دائما كنا بنقول، ولكن الحقيقة الأعمال اللي شبه الاختيار، هجمة مرتدة، أيضا القاهرة كابول، من حيث توثيق أحداث بعينها، أعتقد أنه ده أهم ما يميز رمضان السنة دي. الحقيقة مهمة قوي الحقيقة أنه هنا يعني بحكم مكاننا هنا في أكسترا نيوز أو وجودي هنا، إحنا بنقول كثير من هذه الأخبار، بنقول الكثير من هذه الأرقام والإحصائيات والحوادث تقريبا كلها بنشتغلها وبنغطيها بشكل أو بآخر، ولكن الصورة مختلفة تماما. يعني رؤية هذه التفاصيل، رؤية ما وراء الخبر، تأثير حادث استشهاد أو تأثير
وجود عناصر إرهابية ومخططاتهم لارتكاب عمل ما، يعني زي ما شفنا امبارح مثلا في الاختيار 2 ومحاولة التفجير في الاستاد القاهرة، وجود وسط الألفات دول حقيقة اللي يشوف غير خالص اللي يتكلم في تفاصيل أو 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 حتى يقولها. خلونا نستقبل عبر الهاتف النجم الفنان الكبير صلاح عبد الله. اهلا بحضرتك، كل سنه وحضرتك طيب يا عم صلاح. اهلا وسهلا، وانتم طيبه لمهانم ومشاهديتي كلهم في افضل صحه واحسن حال يا رب. الحقيقه دي احلى عاديه ليا وكل المصريين ان احنا نسمع صوت حضرتك الليله دي. الله يخليك، تسلمي تسلمي. الحقيقه ان احنا استمتعنا جدا بوجود حضرتك على الشاشه السنه دي كالعاده، وبس خليني اركز مع حضرتك على هجمه مرتده، بما ان الحقيقه الاعمال السنه دي اللي من النوع ده الاختيار هجمه مرتده كان ليها اثر مختلف واثر خاص، تسجيلها لاحداث كنا يمكن بنسمع عنها، لكن دايما القوه الناعمه والفن ليه تاثير خاص يا استاذ صلاح. تمام تمام. شوفي كل الأعمال الحقيقة السنة دي اللي هي بتخاطب ضمير المصري وبتخاطب الشباب المصري والأطفال المصريين مهمة جدا، أنا شايف إنها يعني في غاية الأهمية. والحقيقة الاختيارين 1 و2 وبعدين وهجمة مرتدة اللي كان ليا شرف المشاركة فيه، الاثنين الحقيقة الثلاثة دول عملوا حالة رائعة في الشارع المصري. المصريين كلهم بلا استثناء تجاوبوا. شفت حضرتك الحلقات المهمة في الاختيار 2 وهجمة مرتدة. هجمة مرتدة كمان. طبعا تفضل. تفاعلوا معاهم. اتفضلي يا لما اقول. الحقيقة حضرتك عم صلاح كمان في هجمة مرتدة كنت قايم بدور الأب المصري اللي خايف على أولاده، ولكن في نفس الوقت بيزرع فيهم دايما الوطنية، عارف دور الابن، ولكن في نفس الوقت في دعم وفخر باللي بيقوم بيه. طبعا طبعا. الحقيقه انا اول ما بعت لي الشخصيه دي حبيتها جدا طبعا، لانه هو الراجل دوت اللي هو العربي الكبير ابو سيف، يعني عبد المنعم العربي، الراجل ده مواطن مصري اصيل اصيل. هي عيله مصريه حقيقيه. عيله مصريه حقيقيه. جدا جدا. والحقيقه برد ودار شغل بطريقه لطيفه جميله. واحمد علاء المخرج برضه قدمها للناس بطريقه رائعه. مشاهد احنا شفنا المواطن ده بعد اذن كلامك. اتفضل حضرتك. دخل حربين، دخل حربين 67 و73 بالظبط، وبعدين مدرس تاريخ بالظبط، ولما طلع على المعاش فعمل مكتبه بتبيع كتب اطفال وحاجات كده، وكان دايما اي طفل يجي ياخد من عنده كتاب يديله شوكولاتايه او بلبسايه او كوكونايه، واخد بالك، عشان أيوه. يحببه في القراءه. ايوه. وهو الوحيد في الاسره اللي كان على علم بابنه بيشتغل ايه. وده من ثقه الجهاز فيه، واخد بالك؟ ايوه ايوه. من ثقه الجهاز فيه هو كمصري شريف اصيل يعني. عم صلاح الحقيقه الحلقات الاخيره وفقدان ابن من الابناء والمشاهد دي قد ايه كانت صعبه، وقد ايه حضراتكم كمان لمستم. طبعا احنا الحقيقه المرحله الاخيره والحرب على الارهاب عندنا شهداء كتير، ولكن مع فارق الاحداث لمستم شكل البيت في التوقيتات دي، كانت مشاهد صعبه جدا الحقيقه. طبعا طبعا. في وفاه الابن الدكتور عمليات الارهابيه في العريش. ايوه. اللي كان عامل دوره الشاب الجميل المتميز خالد انور. وكان بنتنا كمان بدات بتنزل في المظاهرات والحاجات كده بالظبط في البدايه، وعايزه تتعرف على ايه اللي بيحصل، وهي عندها حاله من الوعي والثقافه كويسه يعني. واحنا كنا كاب وام لعبد الله والممثله القديره الفظيعه ماجده زكي، كنا بنحاول نوجهها ونساعدها، وبرضه احمد عز كاخوها الكبير وبتاع. فشفنا الحاله اللي مرت بيها الاسره. طبعا المشاهد دي اثرت في الناس جدا، هي اثرت فينا احنا كمان واحنا بنمثلها جدا يعني.
حضرتك انا عارفه ان حضرتك كنت بتصور لاخر لحظه، عرفت تشوف حاجه، في حاجه لفتت نظرك من الاعمال السنه دي؟ شوفي انا الحقيقه تركيزي كان الشديد على الاختيار اثنين، ومعاه بقى الحاجات اللي انا شاركت فيها كممثل يعني. وبمر بقى حسب الظروف، لان انا كنت عامل مسلسل قصر النيل لسه مخلص التصوير تقريبا من يومين. فما كنتش ما كانش عندي وقت كافي لمتابعه الاعمال الدراميه بتاعت الزملاء، بس كنت بعدي على حاجات بعدي. الحقيقه واضح ان السنه دي لا في شغله حلوه قوي. وفي حاجه الحقيقه كمان لاحظتها، ان كل الحلقات يا استاذ صلاح خلصت 30-29، يعني ما فيش حاجه الحقيقه على الاقل من اعمال المجموعه مطوله يعني. لا وهم بقى يعملوا حسابهم ان المساله تبقى 30. وفي حاجه جديده حصلت السنه دي كمان، اللي هي المسلسلات اللي ال 15 في كوفيد 25 متهيألي 15 حلقة، وبين السماء والأرض، مسلسل بين السماء والأرض 15 حلقة صحيح. كان في المسلسل بتاع علي ربيع 15 حلقة، ده بيفتح برضه مجال لتناول الدراما في شكل مكثف يعني. واخد بالك؟ حلو، كل ده حلو. تأثرنا قوي يا أستاذ صلاح بالتويتة أو بالحضرتك كتبته على فيسبوك عن لما بتشوف نفسك على الشاشة. ايوه الحقيقه احنا صحيت الصبح لقيناه في كل حته، لانه الناس بتحبك وكلامك قريب مننا كلنا. تاثرنا قوي ودايما عايزين نشوفك، ودايما وجودك ليه معنى وطعم مختلف يا استاذ صلاح. حبيبتي يا لما حبيبتي، فعلا المنشور ده كان رد فعله على الناس. انا كنت داخل احذفه على فكره، الناس كلها داخله تدعي لي، قلت معقول احذف حب الناس يعني ودعواتهم ليا؟ انا كان كل الحكايه هي حاله وراحت لحالها، ان انا شفت مشهد مسلسل قصر النيل وكنت بتحرك بظهري، فقلت ايه الحركه مالها يعني زادت صعوبه كده. ففعلا الناس صعبت عليا، وبعدين اتكلمت معاها قلت الحمد لله رب العالمين، يعني ما انا لغايه دلوقتي قادر اقف واسقط واشتغل وتمام الحمد لله كله. فهو ده كان الهدف، هي حاله كانت حاله كده ايه. وعلى فكره الموقف ده انت فاكره الحلقه بتاع الوحيد؟ طبعا الحلقه بتاع الوحيد، استشهاد القوات الامنيه. ففي اختيار اثنين دي اثرت فيا نفسيا بشكل فوق، لان طبعا انا افتكرتها ايام ما حصلت، وافتكرت حاله المصريين فيها ايام ما حصلت برضه. هي عملت حاله من الشجن الفظيع ده حقيقي، هو المصريين كلهم، وفاتت معايا لتاني يوم. فالظاهر هي برضه اثرت عليا نفسيا، فانا كنت داخل عايز اكتب حاجه افركش للناس، فشفت المشهد اللي قلت لك عليه ده، فرحت كاتب البوست ده. انما زي ما قلت لك هي حاله وراحت لحالها الحمد لله. نعم. كل سنه وحضرتك طيب يا استاذ صلاح، واشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا ومعانا هنا على اكسترا نيوز. رب دايما منور الشاشه المصريه. شكرا لحضرتك فنان النجم صلاح عبد الله كان معنا عبر الهاتف. طيب دلوقتي مشاهدينا الكرام، نرصد ونتابع مع حضراتكم وصول الطائرة التي تقل 1,700,000 جرعة من لقاح أسترازينيكا، تعتبر أكبر شحنة من اللقاحات التي تصل لمصر. نتابع هذه اللقطات مشاهدينا الكرام، وكما علمنا عن وصول هذه الشحنة 1,700,000 جرعة من لقاح أسترازينيكا تصل الأراضي المصرية، كما نتابع هذه اللقطات مشاهدينا الكرام أمام حضراتكم على الشاشة. من المتوقع أيضا طبعا هي حصص مصر من الكوفاكس، من المتوقع أيضا أن تصل مع نهاية شهر مايو الجاري دفعة جديدة أيضا من 1,700,000 جرعة من نفس اللقاح، لقاح أسترازينيكا. طبعا بنتحدث أنه لقاح أسترازينيكا هو لقاح
أكسفورد أسترازينيكا هو عبارة عن فيروس فيروس رشحة عادي جرى تعديله بشكل وراثي أو وراثيا، وهو قد أيضا بنتحدث عن نسبة فعالية هذا اللقاح التي قد تبلغ 90% بعد تلقي الجرعتين. لقاح أسترازينيكا أيضا من اللقاحات اللي بيتم تطعيمها على مرتين، هي عبارة عن جرعتين. ونتابع هذه اللقطات مشاهدينا الكرام الأولى لوصول الطائرة التي تقل الشحنة للداخل المصري، شحنة اللقاحات المكونة من 1,700,000 جرعة. زي ما قلت لحضراتكم هي بتعتبر أكبر شحنة توصل مصر من اللقاحات في هذا التوقيت. مفروض نهاية شهر مايو أيضا توصل دفعة جديدة بواقع 1,700,000 جرعة أيضا من نفس اللقاح، لقاح أسترازينيكا. أول أيام العيد حسب تصريحات الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة من المفترض أيضا أن تصل شحنة لقاحات سينوفارم الصيني بواقع 500,000 جرعة من سينوفارم، ولكن إحنا بنستلم الآن، الدولة المصرية بتتسلم الآن لقاح أسترازينيكا المكون من 1,700,000 جرعة، وبتعتبر الأكبر منذ وصول الشحنات المتتالية إلى الداخل المصري. مفروض أيضا أنه هيتم الإعلان عن لقاحات اللقاح كورونا الروسي سبوتنيك في وجونسون أند جونسون، سيتم الإعلان عن وصولهم بشكل قريب، هي أيضا من ضمن الشحنات أو اللقاحات اللي الدولة بتحاول توفرها في المرحلة القادمة. تم تعاقد حسب تصريحات دكتور خالد على 10 مليون جرعة من لقاح كورونا الروسي و4 مليون جرعة من لقاح جونسون أند جونسون، وهيتم الكشف عن وصولهم قريبا. الحديث أيضا عن الشحنات اللي بتصل لمصر والمواعيد في هذه المرحلة، من المفترض أنه هيوصل يوم 18 مايو 1,400 لتر من لقاح سينوفاك الصيني، ده طبعا اللي بيستهدف تصنيعه في الداخل المصري. من المستهدف تصنيع 2,025,000 جرعة من لقاح سينوفاك الصيني في الداخل المصري، طبعا من مصانع شركة فاكسيرا. وبداية من شهر أو من يوم 18 من شهر مايو الجاري من المفترض أن يتم البدء تصنيع في مصر. على العموم هذه كانت بعض المعلومات عن الشحنات في الداخل المصري، ولكن ما زلنا نتابع هذه اللقطات الحية مشاهدينا الكرام لوصول 1,700,000 جرعة من لقاح أسترازينيكا، طبعا مع بتعاون او بالشراكه مع منظومه كوفاكس للداخل المصري. تعد اكبر شحنه من اللقاحات في هذه الفتره التي تصل الاراضي المصريه.
ما زلنا نتابع على الشاشة مشاهدينا الكرام وصول حصص مصر من الكوفاكس. نتحدث عن شحنة ربما تكون الأضخم التي تصل إلى مصر، مكونة من 1,700,000 جرعة من لقاح أسترازينيكا. طبعا هذه شحنة أولى من المفترض أن تصل نهاية شهر مايو الجاري، أيضا دفعة جديدة بواقع 1,700,000 جرعة من نفس اللقاح. مشاهدينا الكرام، لقاح أسترازينيكا بنتحدث أنه الدراسات تحدثت عن فاعلية تبلغ 90% بعد تلقي الجرعتين من لقاح أسترازينيكا. طبعا الحديث اليوم كان عن المواعيد القادمة لتلقي اللقاحات الأخرى، إذا كان سينوفارم أو اللقاح الروسي أو حتى جونسون أند جونسون. نتحدث أنه لدينا في مصر أيضا 350 مركز للحصول على لقاح كورونا بالجمهورية، وبيتم توسعة مع أي لقاحات جديدة أو شحنات جديدة تنزل للداخل المصري. ما زلنا نتابع هذه اللقطات مشاهدينا الكرام من وصول شحنة الأضخم من لقاح أسترازينيكا بواقع 1,700,000 جرعة، وهي طبعا عبارة عن حصص مصر من منظمة الكوفاكس. أيضا بالحديث عن اللقاحات الأخرى التي تتسلمها مصر في الأيام أو الفترة المقبلة، من المتوقع حسب تصريحات دكتور خالد مجاهد أن يصل مصر. طيب خلونا نستقبل عبر الهاتف دكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان. يا دكتور أهلا بك، احنا دلوقتي بنتابع على الشاشة وصول شحنة أعتقد أنها الأضخم اللي وصلت في المرحلة الأخيرة، شحنة أسترازينيكا مكونة من 1,700,000 جرعة. أهلا بحضرتك. أهلا بيك دكتور. أولا كل سنة والشعب المصري كله بخير، ويا رب عيد سعيد على الشعب المصري جميعا إن شاء الله. حضرتك بخير يا دكتور. يعني طبعا بالفعل وصل منذ دقائق لمطار القاهرة الدولي تاني شحنة، هي فعلا أكبر شحنة من نوعها وصلت إلى مصر، 1,800,768 جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة أسترازينيكا. ودي ضمن دي تاني دفعة ضمن اتفاقية كوفاكس بالتعاون مع التحالف الدولي للتطعيمات الجافة، وبالتعاون أيضا مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسف. ده ضمن اتفاق طبعا لتوريد 40 مليون جرعة من المقرر استقبالها تباعا. كنا منذ حوالي شهر استقبلنا الدفعة الأولى وكانت بتبلغ حوالي 854,400 جرعة بالضبط، 854,400 جرعة، ودي كانت أول دفعة من ضمن اتفاقية كوفاكس من لقاح أسترازينيكا. النهاردة استقبلنا تاني جرعة وبيبلغ عددها زي ما قلت لحضرتك 1,800,000 جرعة من لقاح أسترازينيكا بالتعاون مع منظمة اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية. طبعا يعني بوصول تلك الشحنة هنقدر نغطي تطعيم كافة المسجلين على موقع وزارة الصحة الإلكتروني الخاص بتلقي لقاح فيروس كورونا. والحقيقة في يمكن التوريدات إلى مصر كان المقرر زيادها بالفعل في شهر مايو وبدأت تتوالى. قبل يومين تم استقبال حوالي 900,000 جرعة من لقاح سينوفارم الصيني. النهاردة تم استقبال 1,800,000 جرعة من لقاح أسترازينيكا. غدا باكر 9 صباحا إن شاء الله من المقرر استقبال 500,000 جرعة من لقاح سينوفارم الصيني آخرين. وتتوالى الجرعات، وفي انتظار إن شاء الله جرعة أو الدفعة الثالثة من لقاح أسترازينيكا إن شاء الله خلال هذا الشهر أو آخر شهر مايو أو مطلع الشهر المقبل على الأقل. هل في حاجة لزيادة الأماكن التطعيم يا دكتور؟ يعني هل حضراتكم شاعرين أنه في زيادة لزيادة الأماكن مع كمان وصول الشحنات المختلفة إلى مصر من اللقاحات؟
خليني اقول لحضرتك من الملاحظ الفتره الاخيره بزياده اقبال المواطنين على عمليه التسجيل وايضا التوسع في عمليه تلقي المواطنين اللقاحات من خلال الحقيقه حاجتين، المراكز اللي تم التوسع فيها على مستوى الجمهوريه يمكن اكثر من 339 مركز بخلاف اكبر مركز تم تسجيله الاسبوع الماضي في ارض المعارض بمحافظه القاهره، واللي بيضم اكثر من 96 عياده وبيستهدف تطعيم 10,000 مواطن يوميا. طبعا بدا في التشغيل وتباعا هتبدا او بشكل تدريجي هيبدا زياده اعداد المواطنين اللي بيتم تطعيمهم يوميا من خلال هذا المركز. ومن المقرر ايضا افتتاح عدد من المراكز مماثل او على غرار مركز ارض المعارض بالقاهره في المحافظات الاخرى في 27 محافظه ان شاء الله، لكن قريبا هيتم ايضا تشغيل مركز اخر بنفس الحجم في محافظه الجيزه. اتفضل. ده لزياده اعداد المواطنين اللي بيتم تلقيهم للقاح، ولكن ده في الاول والاخر هو مربوط بعمليه توريد اللقاحات اللي بنستقبلها من كل الدول او كل المؤسسات اللي بتبيح لقاحات امنه وفاعليتها عالية. يمكن إحنا لقاح أسترازينكا حصل على موافقة استخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية، وأثبت فاعلية بنسبة 76% في الوقاية من فيروس كورونا و100% حماية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة. كنت قريت تصريحات أيضا لحضرتك بتكلم عن تطعيم أكثر من 1,300,000 مواطن بالفعل بلقاح كورونا، وفي تسجيل ل 2,400,000 مواطن تقريبا للحصول على التطعيم. دي أرقام أفضل من ما سبق يا دكتور؟ يعني هي الأرقام طبعا بتتزايد بشكل لحظي مش بشكل يومي، لكن زي ما قلت لحضرتك يمكن إحنا كان اللي بيسجل في اليوم على موقع وزارة الصحة الإلكتروني لا يتجاوز ال 20,000 أو 25,000 أو 30,000. النهاردة بقى التسجيل اليومي من 80 ل 85,000 78,000، يعني نقول من 70 ل 80,000 مواطن بيسجل على الموقع الالكتروني يوميا وبيتم ارسال رسائل للمواطنين. والحقيقه يعني حصل عمليه نوع من انواع الالتزام والتنظيم في عمليه تلقي اللقاحات على مستوى الجمهوريه. المواطنين بيتوجهوا، اذا في مواطن تخلف عن موعده فالسيستم بيتيح له ثلاث ايام يقدر ياخد فيهم او يعني يروح في نفس الثلاث ايام لنفس المكان، ولو في تلقينا شكوى ان في مواطن كان له ظرف وتكلف في الثلاث ايام بيعاد توزيعه مره اخرى على احد المراكز. ويمكن اضفنا خدمه ان احنا بنتيح للمواطن ان هو لما يجي يسجل على اقرب مركز في نطاق سكنه بنوضح له اذا كان المركز ده فيه كثافه قليله او لا يوجد كثافه او كثافه شديده، وبالتالي من حقه ان هو يختار مركز ثاني في محيطه او في نطاقه علشان المواطن لما يبقى موجود يعني يبقى في عمليه سهوله في الوقت اللي بيتلقى فيه التطعيم وسهوله في الاليه وما يبقاش فيه تكدسات على مراكز التطعيم. الحمد لله احنا الفتره الاخيره لم نشهد تكدسات بقالنا اكثر من ثلاث اسابيع على مراكز التطعيمات. وزي ما قلت لحضرتك الشكوى يا دكتور بتقدم على الويب سايت، لو حد عايز يقدم شكوى ياجل ميعاد او ما شابه. عندنا الويب سايت وعندنا الخط الساخن 105 تم تعميمه لكافه خدمات وزاره الصحه ومنبثق منه خطوط عديده بتستقبل، لكن المواطن في الاخر بيطلب 105 وبنرد عليه وبيتم عمليه توزيعه لو في مواطن اتاخر او ما جالوش رساله. ولكن زي ما قلت لحضرتك احنا هدفنا كان الفتره الماضيه وما زلنا نعمل على ذلك، وهي الاولويات ان كبار السن، جميع كبار السن اللي قاموا بالتسجيل واصحاب الامراض المزمنه توصلوا بالرسائل، وايضا لهم اولويه في السيستم لايصال الرسائل. ولكن جميع المواطنين اللي بيسجلوا، حضرتك لو تلاحظي هنلاقي ان المواطن النهارده بيسجل ممكن يجي له ميعاد بكره، ده حقيقي يجي له ميعاد بعد بكره، ما بقاش في تاخير في عمليه ارسال الرسائل. وبعض المواطنين اللي كانوا متراكمين او عدى عليهم وقت طويل بالفعل معظمهم جالهم رسائل سواء من كبار السن او من اصحاب طب الامراض. من كبار السن يا دكتور او من اهلينا يمكن اللي في مناطق ابعد شويه، عمليه التسجيل ممكن تكون اصعب، هل في قوافل اعتقد لهؤلاء؟ في، احنا بالفعل فعلنا دور القوافل اللي توصل لجميع المناطق النائيه او البعيده بالزبط. اللي ما بيوصلهاش يعني خدمه بسهوله او اللي فيها يمكن بعض المراكز القليله، وايضا القوافل بتستهدف. يمكن احنا بدانا في امام مكاتب البريد او هيئات البريد عشان عند صرف المعاش يكون في الخدمه موجوده والمواطن
يتلقى اللقاح من خلال العيادة الموجودة فيها طبعا الثلاجات اللي بتحفظ الطعوم، وفي أيضا العيادة الأخرى اللي بيقعد فيها العيادة المتنقلة وبيتلقى التطعيم مع اتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية. خليني أكد لحضرتك أن يعني المنظمات الدولية الشريكة وأهمية الشراكة مع المنظمات الدولية سواء منظمة الصحة العالمية أو منظمة اليونيسف لها عامل كبير في تسريع وتيرة الحصول العادل على اللقاحات في كل دول العالم. وصول الدفعة الثانية من اللقاحات لمصر من خلال اتفاقية كوفاكس هيساهم بشكل كبير قوي في حماية يعني عدد أكبر من المواطنين، وتمكين مصر أنها يكون لها دور فعال في مرحلة التعافي على مستوى المجتمعات المحلية ومرحلة المناعة المجتمعية اللي احنا بنستهدف الوصول إليها بتقييم أكبر قدر من المواطن. بمن حضرتك معايا دكتور، الحقيقة أنه لسه عندنا نقطة متعلقة بأنه لو حد راح الطعام تلاقي الناس بتسأل بعض خدت أنهي تطعيم خدت أنهي تطعيم، هل في فروقات غير فعالية اللقاح تذكر في اختلاف اللقاحات؟ بما أنه حضرتك النهاردة في حديثك تحدثت عن تنوع الحقيقة في مصادر اللقاحات وفي اللقاحات اللي هتصل لمصر، إذا كان روسي أو الصيني أو اللقاح الصيني الذي سيصنع في مصر ده غير أسترازينيكا وسينوفارم وجونسون أند جونسون. بالفعل يا فندم، وخليني أقول لك خليني أنوه لحاجة، سؤال حضرتك سؤال مهم جدا عشان نطمن السادة المواطنين أن كل اللقاحات التي يتم إتاحتها بكافة أنواعها في المراكز للمواطنين هي لقاحات آمنة 100%. وإذا كان هناك أي لقاح غير آمن فلن يتم إتاحته على الإطلاق. إحنا كل الجرعات اللي بتصل إلى مصر بيتم سحب عينات عشوائية منها وإعادة تحليلها في هيئة الدواء المصرية، ويمكن إحنا من الدول القليلة اللي بنعمل ده للمرة الثانية والثالثة للتأكد من أمان وفعالية اللقاح بنسبة 100% قبل إتاحته في المراكز. النهاردة عايز أوجه رسالة لكل المواطنين أن جميع اللقاحات اللي في المراكز اللي بتتاحها وزارة الصحة سواء أسترازينيكا سواء سينوفارم سواء اللقاحات الأخرى إن شاء الله منتظر وصولها قريبا سواء اللقاح الروسي أو جونسون زي ما حضرتك ذكرتي كلها لقاحات آمنة لكافة الأعمار. كلها لقاحات آمنة لكافة الأعمار. يعني النهارده في مواطنين كتير فعلا بنتلقى على الخط الساخن، انا عندي سكر، انا عندي ضغط، انا عندي انا بعاني من مرض معين، بعاني من اورام، هل ينفع اخد اللقاح؟ ينفع حضرتك تاخد اللقاح، اللقاح يعني امن بكل انواعه لكافه الاعمار مع كافه الامراض اللي بيعاني منها اي مواطن طبعا في سن ما هو فوق ال 18 عام. اللقاح اللي هيتصنع في الداخل المصري يا دكتور، حضرتك اتكلمت عن بعض المعلومات النهارده في بعض التصريحات عن وصول 1400 لتر من لقاح سينوفاك وتصنيع اعداد جرعات معينه هنا في الداخل المصري. بالفعل يمكن الساده وزيره الصحه قبل يومين اجرت زياره للشركه القابضه للمستحضرات الحيويه واللقاحات وتفقدت خطوط الانتاج الخاصه بتصنيع لقاح سينوفاك الصيني. ان شاء الله يبدا تصنيع في 18 من شهر مايو الجاري، بنستهدف انتاج اول 2 مليون جرعه من لقاح سينوفاك بنهايه شهر يونيو المقبل ان شاء الله. اتفاقيه التصنيع بتتيح انتاج 40 مليون جرعه من لقاح سينوفاك خلال السنه الاولى. طبعا في خليه عمل يعني مستمره على مدار ال 24 ساعه بين الجانب المصري والخبراء الصينيين واجتماعات دوريه متتاليه مع شركه فاكسيرا لبدء خطوات تصنيع اللقاح. يعني زي ما قلت لحضرتك متوقع تصنيع اول 2 مليون جرعه بنهايه شهر من جرعتين ايضا يا دكتور؟ من جرعتين فور الانتهاء من التصنيع ان شاء الله. هتخضع الجرعات دي للتحليل في معامل هيئه الدواء للتاكد من مأمونيتها وفعاليتها، واحنا يعني بنستهدف ان مصر تصبح مركزا لتصنيع لقاحات دي وتصديرها للدول الافريقيه. طبعا التعاون بين شركتي فاكسيرا التابعه لوزاره الصحه المصريه وسينوفاك في كافه المراحل في الابحاث الاكلينيكيه ساهمت بشكل كبير ان احنا نقدر نوصل لان احنا هنصنع هذا اللقاح داخل مصر، وفي دعم كبير الحقيقه لازم نشيد بيه من مجلس الوزراء للشركه القابضه فاكسيرا بيعطيها الفرصه لمواصله استثماراتها وفرصه للتصنيع. وزي ما قلت لحضرتك يعني التعاون ما بين وزاره الصحه وهيئه الدواء المصريه و
يعني شركة ساينوفاك لبدء التصنيع، ده بيؤكد قدرة مصر إن شاء الله على مواكبة كل التطورات البحثية والعلمية في مجال اللقاحات، بالإضافة للكفاءة التكنولوجية والقدرة على التصنيع، لأنه عملية نقل تكنولوجيا التصنيع من الجانب الصيني للجانب المصري كان لها دور كبير في قدرتنا على أن احنا نبدأ التصنيع. بشكرك يا دكتور، شكرا جزيلا على وجودك معنا وعلى كل هذه المعلومات. دكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة. أيضا لمزيد من المتابعة الزميل كريم رجب يطلعنا على مزيد من التفاصيل وينقل لنا صورة من مطار القاهرة تحديدا. كريم إليك الكلمة. نعم لمى، يعني الآن يتم استلام الجرعات الخاصة بلقاح أسترازينيكا، هذه الشحنة التي تعد هي الأكبر من هذا اللقاح وهي الشحنة الثانية، والتي يصل عدد الجرعات فيها إلى نحو 1,768,800 جرعة من هذا اللقاح. مصر تحاول أن تؤمن يعني اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا حتى يتم الوقاية من هذا الفيروس، وأيضا سيكون هناك أيضا وصول لبعض الشحنات الخاصة باللقاح الصيني ساينوفارم، سيكون أيضا وصول خلال يوم غد كما أعلن بعض المسؤولين هنا من وزارة الصحة. أيضا هذه العملية تتم في ظل وجود بعض المسؤولين من جانب وزارة الصحة، بالإضافة أيضا إلى ممثلي منظمة اليونيسيف وأيضا منظمة الصحة العالمية. هذه الشحنات التي سيتم استلامها سيتم تسليمها إلى هيئة الدواء حتى يتم إجراء بعض الاختبارات عليها والتأكد من مدى مأمونيتها وسلامتها، وبعد ذلك تكون جاهزة للاستخدام او لتلقيح او تطعيم المواطنين. ايضا مصر يعني هناك يعني توسع في عمليه التطعيم الخاص بالمواطنين باللقاحات المختلفه، وايضا سيكون هناك تصنيع لبعض اللقاحات هنا بالتعاون مع الصين، مثل لقاح سينوفاك التي اعلنت عنه وزيره الصحه خلال اليومين الماضيين، وسيكون هناك تصنيع لنحو 2,000,000 جرعه من هذا اللقاح في نهايه يونيو المقبل، وبعد ذلك سيكون هناك يعني تصنيع لنحو 40,000,000 جرعه في السنه الاولى. كل هذه الأمور تحاول أن تسعى الدولة جاهدة لتوفيرها حتى يتم الوقاية من فيروس كورونا والتوسع في تطعيم المواطنين باللقاحات المختلفة، بالإضافة أيضا إلى التوسع في إنشاء مراكز التطعيم في الأماكن المختلفة في محافظات الجمهورية، وبالتالي يتسنى لجميع المواطنين أن يقوموا بالتقديم من خلال موقع وزارة الصحة، وبالتالي يذهبوا إلى هذه المراكز حتى يتم التلقيح. مراسم تسليم هذه الشحنات يعني تبدو قد انتهت هنا في مطار القاهرة، والعودة إليك مجددا في الاستوديو لم. كريم بشكرك شكرا جزيلا على هذه المعلومات حتى الآن. يعني طبعا كريم رجب سيواصل معنا عملية وصول هذه الشحنة لمصر طبعا من داخل مطار القاهرة. كريم رجب بشكرك شكرا جزيلا على هذه المعلومات. مشاهدينا الكرام، ما زلنا نتابع هذه اللقطات على الشاشة مباشرة لوصول الشحنة القادمة، أو طبعا بالتعاون مع أو من حصص مصر من الكوفاكس، مكونة من 1,867,000 جرعة من لقاح أسترازينيكا. طبعا هي تعتبر الأضخم التي وصلت مصر في الفترة الأخيرة. وأنا أترك حضراتكم مشاهدينا الكرام مع هذه اللقطات الحية من داخل مطار القاهرة.